أهلا بك عزيزي المشاهد، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج شخصيات كتابية. في بداية هذه الحلقة أحب أن أقرأ لك آية من مزمور 43، صلاة، في آية رقم 3. صلاة بتقول، بنصلي وبنقول: ارسل نورك وحقق. ارسل، المرنم هنا بيقول الرب ارسل نورك، مش بس نورك، نورك وحقق. ليه؟ نكمل الآية: هما يهديانني، هما يقودانني. يعني هنا يهديانني يعني معناها ان المصلي بيصلي من اجل ان الرب يبعت نور ويبعت حقه، عشان بالنور والحق يقاد. الرب يقوده بالنور والحق. ارسل نورك وحقق، هما يهديانني. ونكمل الآية: ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. عزيزي المشاهد، الآية دي واحد بيطلب من الرب أن يقوده بحاجتين: بالنور والحق. أفكرك بحاجة في ثياب رئيس الكهنة في العهد القديم. في العهد القديم رئيس الكهنة كان بحاطط على صدره قطعة قماش مربعة عليها مرصعة بالأحجار الكريمة، اسمها صدرة. اسمها إيه؟ صدرة القضاء، أو نقدر نقول صدرة الحكم. ليه اتسمت بهذه التسمية؟ لأن بيوضع جواها حجرين، حجر اسمه تميم وحجر اسمه أوريم. يبقى اتسمت الصدرة دي صدرة الحكم أو صدرة القضاء عشان فيها حجرين، تميم وأوريم. تقولي طب ايه علاقة اللي أنا بقوله ده بالآية دي: أرسل نورك وحقق هما يهديانني؟ إن الرب كان بيقود الشعب من خلال الحجرين دول بطريقة الكتاب ما قالناش إزاي الرب كان بيقود الشعب من خلال الحجرين دول المحطوطين في صدرة رئيس الكهنة، ما قالناش. لكن قالنا إن دول كان الشعب، كان الرب بيجاوب بيهم على أسئلة الشعب. يعني لما الشعب يقول نحارب أو ما نحاربش، يروحوا لرئيس الكهنة، ورئيس الكهنة عن طريق الحجرين دول يجاوبهم: حاربوا أو ما تدخلوش حرب دلوقتي. أي قرار كبير يروحوا لرئيس الكهنة، ورئيس الكهنة يسأل الرب، والرب يجاوبه من خلال ده في العهد القديم الأوريم والتميم. إيه بقى علاقة الأوريم والتميم بالآية دي؟ إن كلمة أوريم تعني نور، بس في صيغة الجمع تعني أنوار. وكلمة تميم تيجي في الترجمة السبعينية بمعنى الحق. يبقى إذن التميم والأوريم بيتكلموا إن الرب بيقود بالنور والحق، بس برضو في صيغة الجمع، يعني للتأكيد للأهمية. الجمع هنا للأهمية، أهمية النور وأهمية الحق. يبقى الرب كان بيقود شعبه بالنور والحق، ده المعنى الرمزي بتاع التميم والأوريم. تقول لي يعني إيه نور وحق؟ النور ده، ودي جاية برضو ترجمة كلمة تميم في الترجمة السبعينية، تيجي أنوار وتيجي إعلانات. بالإعلانات إن الرب يعلن جوه قلبك إن السكة دي اللي أنت ماشي فيها صح. فهنا بيقول له ارسل نورك جوه قلبي، يعني الحتة اللي مش منك، لو أنا ماشي في حتة غلط أحس إن أنا تعبان من جوه، يبقى ده ارسل نورك. طب وحقك؟ حقك يعني ما هو الحق؟ الحق هو كلمة الرب. في آية بتقول كده: كلامك هو حق. الحق اللي هو الكلمة،
وعشان كده كلمة تميم أحيانا معناها يبقى كمال، لأن كلمة الرب كاملة. فالرب بيقودني بالحاجتين، بالحاجتين مع بعض، بالتميم والأوريم، بالنور والحق. يعني أبقى مرتاح لحاجة، بس لازم أرجع للكتاب المقدس أشوف الحاجة اللي أنا مرتاح لها كسرة وصية للرب، يبقى مينفعش، يبقى النور ده مش من الرب. يعني انت ارتحت كده انك تدخل في شركة عميقة وتشيل حاجات مع شخص غير مؤمن، تقول انا مرتاح لكده، اقول لك بس في آية بتقول لا شركة بين المؤمن وغير المؤمن، ما ينفعش. يبقى مش النور بس، النور وايه والحق، الحق والحق مع النور. يعني اشعر استخدم الحاجتين، نور الرب في قلبي. وهنا اقول لك لو اي حاجة انت مش مرتاح تعملها من جواك توقف ما تعملهاش، ما دام مش مرتاح تصلي ومش مرتاح خلاص النور يجي لك وانت بتصلي. بصلي من اجل ان انا مثلا انقل من البيت ده واروح بيت تاني، بعقلي ليه مميزات كتير، اجي اصلي الاقي ما فيش نور جوايا، ما اتحركش، ما ينفعش اتحرك، ما ينفعش اتحرك، ما ينفعش اتحرك. افكر كده ان المكان اللي انا اروحه ده حلو وجميل بس صاحبه سرقه من حد، لا يبقى ما ينفعش اكسر وصيه من وصايا الرب، ان انا بشجع السارق، بشتري بضاعه مسروقه، هو سرق الشقه دي مش بتاعته، دي كانت بتاعه اخوه ضحك عليه، اروح اشتريها منه؟ لا. يبقى اذا انا بديك امثله ازاي النور والحق يشتغلوا مع بعض، ازاي النور والحق يشتغلوا مع بعض. النور يعني النور اللي جوه قلبك، الراحة والبهجة اللي تبقى جوه قلبك لما تحط الموضوع امام الرب، ده لازم دي تبقى متوفرة. الحاجة التانية الحق، انك انت تبقاش كاسر وصية من وصايا الرب، وتبقى بالعكس بتحقق مشيئة الرب اللي انت فاهمها من فهمك الكامل للكتاب المقدس. يعني مشيئة الرب انك ما تكذبش، يبقى مش هتدخل في سكة فيها كذب. مشيئة الرب انك تساعد الناس التعبانة، يبقى لما تعمل حاجة بتساعد الناس تبقى فرحان، لان ده الحق ان المؤمن يساعد الاخرين ولا سيما الفقراء. ارسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي الى جبل قدسك. يعني خليني كده أروح مكان العبادة. وهنا الآية دي مهمة جدا، إن لازم الرب يقودنا نعبده فين، بالراحة الداخلية. النور تروح مكان تحس إن الرب بيتكلمك، والحق، الحق مهم جدا إنك تلاقي الكنيسة اللي أنت رايحها دي بتحترم كلمة الرب، ما مدققة العظات اللي فيها، مدققة بتشرح وصايا الرب بكل إخلاص وبكل أمانة. يبقى الحاجتين يقودانا إلى المكان اللي نعبد فيه الرب، اللي هو في العهد القديم جبل قدسك. ارسل عزيزي المشاهد، اطلب من الرب أن يقودك، وقول يا رب لا تسمح أن أخرج خارج مشيئتك أبدا، أنا عايز أمشي وراك، وقودني يا رب بإيه، بالحاجتين النور والحق. تقول لي يعني ايه بقى اطلب من الرب ان يقودني بالحق، ان يوجهني وانا بدرس في الكتاب، لا يبعت لي مرشد روحي يشرح لي الايه دي، هل الايه دي تنطبق على الموقف اللي انا فيه ولا لا تنطبق، هل اللي انا هعمله ده، افترض واحده كده جت قالت انا مرتاحه صليت وانا مرتاحه اعمل اقهاض مثلا، ما فين الحق اللي يتكلم عن الاقهاض، هي مش عارفه تصلي، هل ده يا رب طبقا للكتاب ولا خارج الكتاب، تسأل بقى مرشد روحي، تقرأ كتب، تطلع بأن الكتاب المقدس، يبقى الرب بعت لها الحقها بيمنع الإقاط، فهي مرتاحة للإقاط بس الحق بيقول لا، يبقى ما تعملش إقاط، لأني ما ينفعش تكسر الحق حتى لو أنت مستريح. لازم القيادة محتاجة الحجرين، الأوريم اللي هو الأنوار، والتميم اللي هو الحق، اللي هو الكمال، الكمال بالجمع يعني الحق،
الحق والنور مهمين جدا، او الحق والاعلان مهم جدا، اعلان ان الرب يعلن لك جوه قلبك، والحق كمان الاثنين مع بعض الرب يشتغل بيهم جواك زي ما كان بيشتغل بالاوريم والتميم في العهد القديم. في العهد القديم الناس كانت تروح لمين؟ رئيس الكهنه هو اللي عنده الاوريم والتميم، صح؟ تقول لي اه. انت النهارده تروح لرئيس الكهنه بتاعك. مين رئيس الكهنه بتاعك؟ اقرا الرساله الى العبرانيين، يطلع رئيس الكهنه هو الرب يسوع. يبقى الرب اروح للرب يسوع وهو اللي يبعت للنور، وهو اللي يستخدم الكنيسه والمرشدين في اعلان الحق المناسب للخطوه اللي انا اخدها، لنا مزمع ان اتخذها وعايز اعرف مشيئه الرب. نرى الايه مره كمان، ارسل نورك وحققهما يهديانني. عزيزي المشاهد تعال معي الان نكمل التامل في نتائج طاعه احكام الشريعه. في العهد القديم في احكام لشريعه موسى كانت في خروج 21 22 23، ايه نتائج بقى؟ ايه النتائج؟ نتائج ان انا اخضع ونفذ وصايا الرب. النتائج دي زي ما كانت زمان موجوده هي موجوده الان. الرب دائما يكافئ الذين يطيعونه. لما تطيع الرب وتخضع للرب، الرب هيكافئك 100% 100%، لانه قال كده اكرم الذين يكرمونني. هنكرم الرب ازاي؟ بطاعتنا لوصاياه، باحترامنا لوصاياه، بسلوكنا بالتدقيق، لانه هو عايزنا بالتدقيق يعني نطيع الوصيه في كل حاجه لان دي ارادته. احنا كده بنكرم الرب، النتيجه انه هيكرمنا. فيكرمنا ازاي؟ قلنا في نتائج كثيره، وفي الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن النتيجة الهامة، أرسل هيبتي أمامك. يعني لما تبقى هيبة الرب عليك ماشية قدامك كده، الناس اللي ضدك تخاف إنها تأذيك، ما تستهترش بيك. ليه؟ ده حاجة إلهية بقى، حاجة إلهية إنهم يقدروا يأذوا ده وده وده ويجي عندك؟ لا، ما يقدروش، يخافوا يسرقوا المحل ده والمحل ده وعندك ما يسرقوش. ليه؟ ما انت عايش مع الرب. فعشان كده الرب ارسل هيبته امامك، فخافوا. لما خافوا بعدوا عنك. ارسل هيبتي امامك. عزيزي المشاهد، افترض ان ده مش الواقع بتاعك. يعني انت حاسس ان كل الناس بتستغلك، وكل الناس بتستهتر بيك، وكل الناس بتدوس عليك. قاوم ده، قاوم ده، تقول اقاوم زي بالايمان، وتقول يعني ايه اقاوم بالايمان؟ يعني اصلي واقول له يا رب حقق الايه دي معايا، واقول وانا بصلي كده بايمان مصدق ان الرب هيخلي الناس تحترمني، وهيخلي الناس ما تستخفش بيا، وهيخلي الناس ما تستهترش بيا وتاكل حقوقي. أصلي بالآية دي وأقول يا رب أنا مصدق الوعد ده، لأن ممكن الحاجات دي ما تحصلش لينا، لأن احنا مش مصدقين أنها تحصل. لأن بدون إيمان، شوف الآية بتقول إيه في الرسالة للعبرانيين، بدون إيمان لا يمكن إرضاه. يعني أنت عشان ترضي الرب أهم حاجة أنك تؤمن. تؤمن بإيه؟ باللي قاله. تؤمن أن الرب هيضع هيرسل هيبته أمامك. لما تلاقي ده مش حاصل تبتدي تصلي بإيمان، وبكل تأكيد هيحصل. ليه؟ لأن الرب ما وعدش كده ويكذب، ليس الله إنسانا فيكذب. اللي بيخلينا ما نتمتعش بوعود الرب مش إن الرب مش أمين، لا، الرب أمين، ده اسمه الأمين. إنما اللي بيخلينا ما نتمتعش إن شرط تحقيق الوعود الهام الإيمان، إنك تصدق إنها تحصل، إنك أنت مش مصدق إنك إن الوعد ده هيحصل. لأنك مش مصدق خلاص هتعيش طول عمرك الناس طمعانة فيك، وطول عمرك الناس بتشتغل علشان تستغلك، لأنك مش مآمن. آمن بهذا الوعد، أرسل هيبتي أمامك.
وأزعج وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، لأنه هيدخل في حروب مع الشعوب. فالرب معنى الآية دي أن الرب هيحامي عن الشعب، هيخلي الشعب، هيخلي الشعوب الأخرى، شعوب الأعداء تنزعج، ولما تنزعج تهرب. وقال له كده وأعطيك جميع أعدائك إيه؟ مدبرين. مدبرين يعني هاربين، يعني ضهرهم ليك، بيهربوا منك. باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع نختبر هذا، نختبر الوعد ده، ان اللي بيقاوموا خدمتنا يبقى عدو. يقول لك كده اعطيك جميع اعداء، جميع بلا استثناء، يبقوا هاربين باسم الرب يسوع. لو انت بتخدم الرب اعلن ايمانك ان اي ناس بيحركهم ابليس وتعطيل خدمتك يهربوا من امامك منزعجين، زي ما قال الكتاب وازعج، ويهربوا من امامك ولا يقاوموك. يعني لازم نصدق وعود الرب، ان وعود الرب صادقه، بس تتحقق امتى؟ لما نصلي بيها. نصلي بيها بايه؟ بايمان. بيقول كده واعطيك جميع اعدائك مدبرين، وممكن من اعدائك الامراض تهرب، اللي بيجيب الامراض الحاجات اللي في الجو تهرب من امامك. ليه ما تصدقش كده؟ ليه ما تصدقش ان انت عندك مخزن وفي فئران بتيجي تاكل؟ ما تصلي من اجل ان الرب يديك حكمه فالفئران تهرب، سواء بحاجه تعملها مقاد بحكمه من الرب او بطريقه الهيه. لازم نعيش الكلمه، لازم نشوف ده في حياتنا، ان الرب فعلا بيخلي اعدائنا. ما هو العدو؟ العدو اللي هو مصدر اذى ليك، هو ده العدو، سواء بقى كان ميكروبات، سواء كان فئران، سواء كان حراميه، سواء كان ناس حاقده، سواء كان ناس عنيفه، اي اعداء عايزين يؤذوني اقدر اقاومهم بايه؟ بالصلاه، بان انا اركع امام الرب واصلي بايمان، واصلي بايمان ان الرب يزعجهم وان الرب يبعتهم. وعزيزي المشاهد، مش صدفه ابدا انك انت بتسمع هذه الكلمات. فاذا كنت معرض لسلب، معرض لاذى من اي مصدر، مش صدفه انك بتسمع ان الرب هيحامي عنك، بس صلي بايمان، وان الرب هيزعج هؤلاء، وان الرب هيعطيك جميع اعدائك هاربين. ايه 28 من بركات طاعه الرب ايه؟ وارسل امامك الزنابير. زنابير دي يقولوا جمع زنبور، حاجه زي الدبور او الدبابير، اللي الحشرات، حشرات مؤذية تلسع كده، وممكن تبقى اللسعة تعمل حساسية في الجسم. فالرب هنا بيقول لشعبه ايه؟ لما تبقوا عايشين معايا، لما تبقوا بتطيعوني، لما تبقوا منفصلين عن الحاجات الغلط اللي الرمز بتاعها هنا الشعوب الوثنية، تبقى مبعد عن الحاجات الغلط، لما تبقى اتجاه لما تبقى في اتجاه في حياتك، معنى الايات دي كده القداسه، ان القداسه شيء هام جدا بتسعى ليه، ايه اللي هيحصل؟ يقول لك وارسل امامك الزنابير. تعمل ايه الزنابير؟ امامك يعني ماشي قبليك، يعني انت قبل ما توصل للمكان هتكون الزنابير راحت، الحشرات دي اللي بتقرص. فالحشرات دي تعمل ايه؟ تطرد، فتطرد الحويين والكنعانيين والحسيين من امامك. يعني كأن الشعب، هو الشعب راح يحارب، مش هيحارب، هو الشعب لازم يبقى معاه سيوف، لازم يبقى معاه سهام. لا، هنا الوعد ان الرب تيجي تحارب وتحل المشكلة، تلاقي المشكلة تحلت لوحديها. ايه؟ الرب بعت حاجات تحلها. يعني الحشرات دي عملت ايه؟ الحشرات دي هجمت على الناس دول
وابتدت تلسحهم فهربوا. فما شعب الرب كان رايح يطردهم هم اطردوا لوحديهم. حط قدامك ان الآية دي مهمة جدا، ان كتير لما بنيجي للرب الرب بيعمل حاجات بدل احنا ما نعملها، يخلي ناس تاني يعملوها. يعني انت مثلا لازم تقعد تجاهد وتعمل عشان حقوقك في الشقة بتاعتك تمتلكها، تلاقي الجيران عملوا ده لان انت ساكن في عمارة يمتلكها الشخص. الاذى اللي جاي عليه جاي على غيرك، بس غيرك هو اللي اشتغل وانت دخلت. انت برضو كنت عايز تشتغل، بس وانت عايز تلاقي ناس عملت حاجات قبليك وبيقليك الحق. الرب يستخدم الزنابير، حشرات صغيرة لكن وفرت على شعب الرب مهمة القتال ومهمة طرد الأعداء. حشرات الرب عجيب جدا، عجيب جدا. يعني يمكن واحد تعبك وبدل ما تقعد بقى تشكي وفين، تلاقي حصلت حاجة ساب المكان ومشي. ايه اللي حصل؟ الوعد ده، وأرسل أمامك الزنابير. تعمل إيه؟ تطرد. يعني مش هتطردهم بالسيف بتاعك ولا هتطردهم بالسهم بتاعك. الرب أرسل الزنابير لكي يطردهم. وعن الزنابير أقرأ لك، لأن موضوع الزنابير مش موجود في الآية دي بس، في آيات تانية. من آية في سفر التثنية الأصحاح السابع آية رقم 20: والزنابير أيضا يرسلها الرب إلهك على الأعداء حتى يفني الباقون والمختفون من أمامك. خلي بالك من كلمة المختفون دي، يعني الزنابير الرب بيستخدمها الحشرات دي عشان يبعد عنك ايه؟ الاعداء المختبئين اللي انت مش شايفهم بعينيك. اشكر الرب من اجل الزنابير، اشكر الرب من اجل الحاجات اللي الرب بيستخدمها عشان يخلصك من اعداء انت مش شايفهم. مش بس يخلصك من اعداء انت شايفهم، ويخلصك من المختفون من امامك. يعني مستخبين في مغارة انت مش شايف المغارة دي، يعملوا لك كمين وينقضوا عليك. لا، الحشرات هتدخل المغارة دي وهتلسحهم ويهربوا منها. عزيزي المشاهد، إلهنا عظيم، لما نعيش معاه هيستخدم بكل تأكيد الزنابير من أجلنا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب لا دينونة الآن، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.